وافقت هيئة الاستثمار على 22 مشروعاً جديداً للمنطقة الاستثمارية IDG سكوير، وذلك بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة تتجاوز 600 مليون جنيه. ووجه رئيس الهيئة محمد عبد الوهاب المكتب التنفيذي للمنطقة بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لبدء مزاولة نشاط للمشروعات الموافق عليها. كما قام عبد الوهاب بجولة تفقدية بالمنطقة وشملت الزيارة عددا من المشروعات العاملة بغرض متابعة حركة الإنتاج ومناقشة الفرص والتحديات مع المستثمرين.